الحاجات اللي هقول لك عليها دي لو واحدة منهم أو اتنين أو أكتر أو أقل متوفر فيك يبقى ربنا راضي عنك من غير كلام. اوعى تفاصل في المسألة دي ولا تشغل بالك بيها بعد ما تشوف الفيديو ده، وخلي عندك اطمئنان. أول حاجة، إذا أردت أن تعرف أن الله راضي عنك فانظر في حالك فيما أقامك. اسأل نفسك، هو أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا قاعد دلوقتي بسجل فيديو، الفيديو ده غرضه إيه؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إرشاد للناس على الله سبحانه وتعالى. بعمل زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له عليه: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى الحمد لله أنا في طاعة، والدليل إن ربنا راضي عني إن هو أقامني الآن في الطاعة. عبد الله قاعد بيعمل إيه دلوقتي؟ قاعد جاي من بيته في البرد ده، وراكب المكنة ومتلقف كل الطيارات دي علشان يجي يجهز المكان ويجهز الإضاءة علشان يطلع فيديو جميل يمنتجه، وعلشان يضمن بذلك الثواب لله سبحانه وتعالى. واحد هيطلع لي في الكومنتات ويقول لي: معلش يا عم الشيخ، هو عبد الله جاي يتطوع ولا جاي بياخد أجر؟ هقول لك إحنا كلنا بنعمل للأجر. يعني إيه؟ إما الأجر الدنيوي وإما الأجر الأخروي. لكن انا عايز اقول لك حاجه بسيطه قوي، ما هو عبد الله لو شغال معايا باجر، وده حقيقه، بياخد اجر كام؟ ما سالتش نفسك؟ بياخد حاجه احنا بنقول عليها انا وانت الفتات، واي شيخ شغال في قناه بياخد الفتات. طب ما اللي زي عبد الله ده لو هو صور لمغني ولا راقصه هياخد قد اللي بياخده معايا في السنه كلها في فيديو واحد، لكن هو ما اختارش الطريق ده واختار الطريق ده. وخلي بالك مع ان هو نفسه في الطريق ده، لكن ربنا وفقه ليه علشان ربنا راضي عنه. وخد الحاجة التانية، انا بكون سعيد جدا لما الاقي واحد بيتصل بي ويقول لي: صدق يا شيخ انا بعمل عمرة وشفتك في المنام، فقلت لازم النهاردة لما انزل الحرم هدعي للشيخ محمد وفرحه وابعت له، او انا في المسجد النبوي، او اكون مريض وحد يتصل يقول لي: اصلا انا شفت لك رؤية فحبيت اتصل بيك وطمنك ان انت هتخف. طب انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك لما حد يقول لك انا شفت رؤية ليك، اوعى تقفل في وشه السكة، اوعى تقول له انت هتعمل لي شيخ حتى ولو كان عاصي، لان الرؤية الصالحة، ركز بقى، الرؤية الصالحة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي جزء من 46 جزء من النبوة. مش معنى 46 بعد ما تصلوا على الحبيب، اقول لك لان الدعوة قعدت 23 سنة، فترة النبي الدعوية 23 سنة، منهم في مكة كم سنة؟ جدع 13 سنة. طيب في فترة الدعوة 23 سنة منهم 6 شهور سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة أو جرز الإنذار إن هو هيبقى نبي الرؤية الصالحة يراها صلى الله عليه وسلم فتقع مثل فلق الصبح. يعني أنا لما بشوف رؤية وبتتحقق ده معناه إن ربنا راضي عني؟ أيوة. يعني أنا لما بشوف حاجة حصلت وأنا أرجع بالذاكرة وده أنا شفتها في رؤية من كام يوم، معناها إن الحاجة دي خير شر. واحدة تقول لك: تصدق أنا شفت الخناقة اللي حصلت بيني وبين زوجي دي من كام يوم، أنا عرفت من كام يوم إن في حاجة هتحصل لابني أو هتحصل لزوجي. بعيدا عن الناس سيئة الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن لا، الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى لا بمثابة أن الله راض عنك، فلا تشغل بالك أن ربنا يكون غضبان عليك بعد ما تصلي على الحبيب. ثالث حاجة، الرضا بالقضاء. لو أنت بترضى بأي حاجة تحصل لك فثق أن ربنا راضي عنك. سيدنا الإمام الحسن بيطوف فلقى واحد وهو بيطوف في الكعبة حواليه عمال يقول إيه: اللهم ارضى عني. فالإمام الحسن قال: يا هذا، لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال له: ازاي ارضى عن ربنا؟ انت بتقول اي كلام. قال له: لا، انا اقول لك ازاي ترضى عن ربنا. اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه. يا سلام، لو رفعوا السماعه دلوقتي وقالوا لي: مبروك عليك يا شيخ محمد، انت كسبت مليون دولار، هبقى فرحان قد ايه؟ طب سلام عليكم يا شيخ محمد، انت دلوقتي حصلت لك ازمه بسيطه ولتكن كذا، يا ترى فرحتي عند المليون دولار وجزعي؟ وخلي بالك انا قلت لك جزع ما قلتلكش زعل، لان احنا بشر لازم نحزن ونزعل، لكن الجزع مش معنى انا يا رب، هو المصايب مش عارفه الا حد اللي انا، هو مكتوب على وشي انا مكتب الشكاوى؟ لا، ده اذا رضيت عن الله سبحانه وتعالى وسررت بالنقمه سرورك بالنعمه، اعرف ان ربنا راضي عنك. اخر حاجه بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحسنه
تلو الحسنة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك لطاعة تلو الطاعة. تلاقي واحد ما شاء الله عليه يصوم الاثنين والخميس، يخلص الاثنين والخميس يصوم الثلاث أيام من كل شهر، يخلص الثلاث أيام من كل شهر مش عارف يصوم الستة لإيه، يخلص الستة لإيه، يقول لك أنا أصلا أنا بصوم تطوع عن أبويا، أصلا أنا بصوم كفارة أو. فكل ما ربنا يوفقك لطاعة وكل ما ربنا يوفقك لحسنة بعد الحسنة اللي أنت بتعملها، اعرف إن ربنا راضي عنك. أربع حاجات أهم أديني قلتهم لك، لو حضرتك فيك علامة منهم أو حضرتك فيك علامة أو أكتر، فثق أن الله راضٍ عنك.